تزوير وأكاذيب الإمبراطورية الإسلامية التي خدعت ملايين الشعوب بقصة الإسلام وقصة مكة، كله غير مقدس، لا الإسلام مقدس ولا محمد نبي ولا هناك جبرائيل ولا هناك زيرو. والشعوب سوف تنتفض، سوف تعرف أكثر. البحوث تظهر تقارير، عينات، أرقام، ويكتشف العالم، بل ينصدم العالم إن كل الإسلام ما هو إلا لعبة سياسية من أجل الحاكم، من أجل السيطرة على الأراضي، من أجل المال، المادة، ليس أكثر. إذا دعونا نشاهد جزء من هذا التقرير أو الوثائقي Untold Islam. اسم الوثائقي Islam The Untold Story، توم هولاند مستشرق عمل هذا الوثائقي. وهنا يدخل إلى معرض، يدخل توم هولاند إلى معرض ويتجول حوله في داخل الشوب، المحل، قطع نقدية قديمة تعود إلى مرحلة محمد، ما بعد موت محمد، غير موجود اسم محمد. وسوف أيضا نريكم الصورة، أنا أخذت الصورة ونريكم حتى الأرقام وأسماء، يعني الأسماء، أسماء الملوك أو أسماء الأمراء الموجودة على هذه القطع النقدية، واسم محمد غير موجود، غير موجود. وثم بعدها نقرأ أيضا بحوث أخرى تشير أن محمد نفسه لم يكن في مكة، لم يكن في مكة، يعني محمد المكي شخصية وهمية، هو موجود لكن ليس في الشخصية الإسلامية أنه النبي وخاتم الأنبياء، كله كذب، كذب وتلفيق. دعونا نشاهد إخواني وأخواتي من هذا الوثائقي. اسم الوثائقي مرة أخرى، اسم الوثائقي أعطيكم اسمه Islam The Untold Story، وثائقي منتج يقدمه توم هولاند مستشرق خبير جدا في أمور القرآنيات والإسلاميات وهذه الأمور. There's no mention of Mecca. So what do? In detective stories, they follow the money. Any of these? What's? هذه النقود، لاحظ. سوف نريكم الصورة. وأنا كبرتها، سوف نناقشها. هذه قسم منها بعد 60 أو 70 أو 80 عام من موت محمد. محمد توفى 632 ميلادي. هذه النقود قسم منها بعد 60 70 80 سنة. اسم محمد غير موجود. دعونا نبدأ قليلا من البداية. Active stories. They follow the money. Any of these? What's the first coin that actually mentions the name of here of the Prophet Muhammad on the coins? Do any of these coins mention Muhammad? يسألوا هل هناك أي قطعة معدنية نقدية من هذه القطع النقدية مذكور فيها اسم محمد؟ يقول لا، غير موجود. هذه قطع نقدية. طيب هذا محمد الرسول، خاتم الأنبياء، والقصص، قصص السيرة والقرآن والإسلاميون في كل مكان، محمد محمد محمد. ألم يستطيع بعد موت محمد هؤلاء الناس، يعني قطعة معدنية نقدية بسيطة يكتبون اسم محمد؟ أبسط شيء، أبسط شيء، هذا أبسط شيء، غير موجود. Made by name. It was معاوية.
Yeah, but is the name of the no. Prophet Muhammad no. mentioned? No, 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 no. لاحظ كم مرة أقول no, no, no. لماذا نقول هذا؟ لماذا نحن نتحدث؟ لماذا نتفاعل معكم بهذه الأمور؟ لأن الإسلام والإرهاب الإسلامي اغتصب خواتنا العراقيات داعش وفي الموصل خواتنا ودمرهم واغتصب أراضينا وأجبر شعوبنا بالسيف حروب وقتل واغتصاب وسرقة كله وشخصية محمد كل هذه الجرائم وشخصية محمد غير موجودة غير موجودة كذبة 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 هذه قطع نقدية غير موجود فيها اسم محمد غير موجود فيها اسم محمد البحوث والتنقيبات أريد أن أكرر اسمحوا لي أن أكرر البحوث والتنقيبات في كل أنحاء العالم ترجعنا إلى مليون سنة ملايين السنوات وهناك نقوش قبل مليون سنة نعم قبل مليون سنة نقوش وكتابات ورسوم الإنسان الآن بوجود التكنولوجيا الحديثة يستطيع أن يتعرف على طبيعة الكون طبيعة الأرض من الناس الذين سكنوا في أوائل الحضارات حتى اللغة الإنسان حتى اللغة بدأ يعني يفك رموزها اللغة السومرية واللغة المصرية القديمة طيب هذا كله قبل ألف كم يعني 1300 سنة ليس بعيد تاريخ ليس بعيد اسمع 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 يا متابعي العزيز لكي تعرف كيف خدعت اسمع What's the first coin that actually mentions the name of here of the Prophet Muhammad on the coins? Do any of these coins mention Muhammad by name? It was Muawiyah. Yeah, but is the name of the no, Prophet Muhammad no, mentioned? No. وهذا مستشرق خبير. طبعا أريد أن أقول لكم بعد أن أخرج لنا أو أنتج لنا هذا الوثائقي المواقع الإسلامية اتهموه يعني تكلموا ضد هذا الوثائقي هو هذا الوثائقي المواقع الإسلامية مباشرة تنتقده انتقدوه كثيرا واتهموه كثيرا لكن هو باحث هو غير يعني هو غير متحيز لجهة هو يبحث عن طريق هذه العلوم كيف نصل كيف نعرف أن محمد موجود كيف نعرف ليس فقط من القرآن وما يدعيه الإسلاميون يجب أن نأخذ ندرس كل المصادر الجيولوجية الصخرية القطع النقدية لكي نعرف هذه الشخصية موجودة ليس فقط أنه الإسلام يقول محمد موجود إذن يجب على العالم كله أن يقبل الإسلام وإذا لا يقبل الإسلام بالسيف أو يدفع الجزية هذه وحشية وحشية هذه Every coin tells a story. Every inscription conveys an idea of هذه هي القطع المعدنية أنا كبرتها ودعونا نقرأ جزء منها سوف أكبر السكرين وتشاهدوها بأنفسكم حتى أسماء الأمراء اسم محمد غير موجود يعني القطعة النقدية عليها اسم أمير محمد غير موجود هذه أمامكم شباب نكبرها ونقرأها أو تقرأوها أيضا معنا هذه أمامكم فلاحظ الأولى أريد أن أكبر أمامكم جدا لاحظ هذه الأولى هذه الصورة الأولى درهم عباسي 775 لاحظ إلى 785 هذا المهدي المهدي 775 متى توفى محمد نظهر متى توفى محمد هذا من الويكيبيديا توفى محمد 632 هذا أمامكم محمد 632 القطع المعدنية هذه 775
ليس بعيد، كم 100 سنة؟ لكن هناك قطع معدنية أخرى، يقول يعني في الوثائقي هناك قطع، هذه فقط صورة، أنا أخذت صورة، هناك قطع أخرى. هو يقول أنه أقرب قطعة بعد وفاة محمد، يقول أقرب قطعة بعد وفاة محمد 60 عام بعد وفاة محمد، يعني أقرب قطعة نقدية 60 عام بعد وفاة محمد، اسم محمد غير موجود، غير موجود. دعونا نكمل نريكم، يعني هذه الأخرى في المنتصف، المعتضد، لاحظ الماوس، هذه أنا أحركها في المنتصف، هذه المعتضد بالله أي بالميلادي 892 إلى 902، واسط واسط. هذه الأخرى درهم عباسي المقتدر بالله 908، لاحظ 932، ممكن تقرأوها، واضحة أعتقد، أو أكبرها مرة أخرى، دعوني أكبر، لعب كبرتها، هذه 908، ها لاحظ درهم عباسي المقتدر بالله كما قلنا، هذا الأمين، هذا 809 813 ميلادي، بلخ بلخ. طيب ننزل أيضا، هذه قطعة مارون الرشيد أو هارون الرشيد عفوا، ها هارون الرشيد 786 إلى 809 ميلادي، محمد ما غير موجود. هذه المهدي 775 200 عفوا 700، هذه في المركز 775 إلى 785 قصر السلام، هذه أيضا نعم أمامكم، هذه كلها. هذه الأخرى الواثق على اليسار، هذه الواثق بالله 842 إلى 847، يعني كلها 100 سنة 200 سنة تقريبا من وفاة محمد. أريد أن أكرر، هو بالوثائقي ذكر، الوثائقي ذكر أن أقرب قطعة نقدية معدنية، أقرب واحدة هي 60 سنة بعد وفاة محمد، غير موجود اسم محمد. دعونا نشاهد، نستمر بمشاهدة power. But sometimes what's not on the coin can be just as significant as what is. It would be nice to see that the earliest coin that mentions Muhammad, the earliest coin that has Muhammad, has the name of Muhammad. Because it's odd that we're 60 years on from the death of Muhammad and no mention of Muhammad. لاحظ no mention 60 سنة يبحثون. يعني العملية يبحثون محمد، محمد ما في، ليس هناك شيء. وهناك قطع ومنحوتات تعود إلى 300,000 سنة 500,000 سنة، ويكتشفون الإنسان القديم والقطع التي يستخدمها وملابس وعدد. طيب هذه قطع معدنية واسم محمد غير موجود. يعني الذي يعجبني انهم اراهم يعني يبحثون ما في محمد. For nearly 60 years, the rulers of the Arab Empire 60 سنة didn't put Muhammad on. لاحظ كلها كلها، يعني هذه مصورة، وحتى اسمائها، يعني القطع النقدية حتى بالاسماء والتاريخ اسم محمد ما موجود، هذه كلها امامك موجوده. And their coins. And then they did. Maybe 60 years was what they needed to work out what the story really was. Maybe the issue isn't why Muhammad was not on the coinage at the beginning. لماذا محمد ما موجود بعد 60 سنة من وفاته؟ أقرب شيء، أقرب قطعة معدنية. But how he got there in the end? What if I've been asking the wrong question? هذا جزء من الوثائقي، وهنا أيضا هذا هو توم هولاند، يعني مكون هذا الوثائقي، ويلتقي
من استراليا يعني، يقول له هل حلقه، هو هذا توم هولاند، فتساله مقابله من قناه استراليه، تقول له هل القران من الله؟ تسال توم هولاند هل القران من الله؟ يقول لها كلا، القران ليس من الله. دعونا نسمع جزء مما جاء في هذه المقابله مع توم هولاند. Religion, or that it, did it come from God, or was it written by people long after the prophet? I don't think that the Quran comes from God, and the reason that I don't think the Quran comes from God is that it seems to me recognizably a product of the culture of what we call late antiquity, so the whole sweep of Near Eastern history that embraces both Persian and Roman, Christian and Jewish cultures. And the reason for that is very simple, that the Quran contains within itself all kinds of echoes of that culture. Moses is mentioned 130 odd times. The Virgin Mary has a more starring role. فيقول أنا لا أعتقد أن القرآن هو من الله، والسبب يقول جدا واضح، يقول لأنه هو مخترع، القرآن مخترع، مكون من العقائد التي كانت موجودة في ذلك الوقت، ويعني العقائد، الحضارات المسيحية اليهودية، وهو مكون يعني مصنوع بشري، القرآن مصنوع بشري. ويقول ونجد حتى في القرآن قصص كثيرة، يعني موسى ومريم، ها أسماء، هذه الأسماء، هذه الشخصيات التي هي مأخوذة أساسا من يعني من الديانات السابقة، من المسيحية واليهودية. فهذا هو توم هولاند الذي فقط أردت أن يعني أذكره لكم، والذي هو عمل هذا الوثائقي وانتقدوه الإسلاميون كثيرا. يعني توم هولاند كما قلت اعتمد على، في هذا الوثائق اعتمد على بحوث الدكتورة العظيمة حقيقة رائعة باتريشا كرون، هذه دنماركية الأصل بالمناسبة، وهي رائعة، تتقن اللغات القديمة، أعتقد 16 لغة كما سوف تتعرفون. هذا جزء من الوثائقي، فتتحدث حول شخصية محمد، هذا من الوثائقي نفسه، اسم الوثائقي إسلام The Untold Story، الإسلام، القصة التي لم تحكى، التي يعني حقيقتها. تتحدث حول محمد، تقول هو موجود لكن ليس كما يعني قاله القرآن. هي باحثة رائعة، وسوف نقرأ جزء من بحوثها في هذه الحلقة. اسمها مرة أخرى باتريشا كرون. فدعونا نسمع أيضا من نفس الوثائق بالمناسبة، هذا الوثائق نفسه. There is a curtain as regards Muhammad that you can't get behind. What do we know about him and his life? Ah, well, we know that... يا سلام، ماذا نعرف حول محمد وحياة محمد؟ He existed. تقول نحن نعرف هو موجود. We know that he was active somewhere in Arabia. هو موجود في يعني هذه المنطقة، الجزيرة العربية. We know that he's associated with a book, the Quran. He was the one who uttered it, but it doesn't get us to what actually happened. Which لا نستطيع أن يعني نربط مسألة القرآن بكما يدعي المسلمون يعني بهذه الشخصية، لأنه لا نستطيع أن نعرف ماذا حدث في شخصية محمد أو الأحداث. يعني هي لا تعتمد، وسوف تتعرفون، هي لا تعتمد على قصص القرآن في إثبات نبوة محمد. Is what, of course, a historian would like to reconstruct. We have absence of evidence. لدينا فقدان في الدليل. لاحظ. Absence of evidence. فقدان في الدليل. We have the Quran, and you can't tell the story of the basis of the Quran. تقول نحن لدينا القرآن، لكن لا نستطيع أن نعتمد على
أصحية هذه الشخصية، أصحية محمد من القرآن. لاحظ، هم لا يعتمدون على القرآن، هم ينقبون، هم يعني التنقيب الجغرافي جيولوجي، كما لاحظتم القطع النقدية لهم ذكاء يعني. بالمناسبة هم يعني ناس خبراء في هذا المجال. كيف أنت تصل إلى الحقيقة؟ أنت لا تستطيع أن تصل إلى الحقيقة من خلال إنسان يجبرك أن تقبل الحقيقة. يعني القرآن يجبرك أن تقبل الحقيقة، إذا لا تقبل القرآن أنت كافر، أنت مشرك، أنت مرتد. هذا ليس بحث حقيقي، نحن باحثين عن الحقيقة. فكيف نصل إلى الحقيقة؟ أو كيف نستنتج استنتاجات صحيحة؟ ليس من كتاب واحد. يعني أنت لا تستطيع أن ترغمني أن تقول لي أنه هذا القرآن هو الحقيقة المطلقة، إذا لا تؤمن بهذا القرآن فأنت كافر أو مشرك. فهذه الحجة ممكن أيضا أنا أردها عليك، ممكن أن آتي بكتاب الهندوسية أو آتي بكتاب دوستوفسكي وأقول لك هذا كتاب دوستوفسكي هو الحقيقة المطلقة، إذا لا تؤمن به أنت كافر. خطأ، هو هذا كله خطأ. البرمجة الإسلامية برمجة استعمارية، لأنها تقيد العقل، دمرت الشعوب. الشعوب يعني موتها الإسلام، موتها، لم تستطع الشعوب أن تفهم وتعرف ما معنى حقيقة الكون، ما معنى البحث العلمي، ما معنى التاريخ، ما معنى الجغرافيا، ما معنى علوم الآثار. كلها مرتبطة، كل شيء مرتبط بشيء آخر. We have various early anonymous sources. They don't add up to a story. تقول لدينا بعض البحوث لكن هي غير مرتبطة بهذه الإسلاميات أو القرآنيات. We have nothing. We have this sort of this one book out of and nothing. لدينا فقط هو هذا كتاب القرآن فقط. فهي لا تستطيع أن تعتمد عليه. هذا شيء مهم جدا جدا جدا. There's complete darkness. There is complete darkness. ظلام تام. وهذا الذي عمله الإسلاميون، أوقعوا الشعوب في complete darkness، يعني ظلام معتم معتم. دمروا نساءنا، حتى في السعودية دمروا النساء في السعودية. ما معنى نظام الولاية؟ مسكين المرأة في السعودية منذ عمر 11 يغطوها تام تام، يعني قتل قتل قتل. في العراق، في مصر، قتل، يغطوها من عمر 10 إلى عمر 70 سنة. ظلم، هذا ظلم ضد الكون، ضد الإنسانية، ضد الأخلاق. يقتلون المرأة بحجة غسل العار. امرأة في عمر 17، 18، 19 يقتلوها في العراق، في الأردن، في فلسطين، في السعودية. جرائم جرائم كثيرة وكلها مخفية، وكلها بسبب الإسلام. وهي القصة غامضة، تقول قصة غامضة، الحقائق مخفية. لدينا فقط هو كتاب القرآن، ولا نستطيع أن نعتمد على القرآن. لا تستطيع أنت أن تعتمد على القرآن وحده، لا، يجب أن يكون مدعم بتنقيب، تنقيب جيولوجي جغرافي. والسعودية، السلطات السعودية منذ 100 عام أو أكثر مسحت كل فرصة من أجل أن يعني يقوم الخبراء بالتنقيب عن شخصية محمد وحقيقة محمد. أين بيت محمد؟ نريد أن نرى بيت محمد، غير موجود. أين بيت محمد؟ أين بيت أبو طالب؟ غير موجود. أين بيت علي بن أبي طالب؟ أين بيت الحمزة؟ نريد أن نرى بيت الحمزة، غير موجود بيت الحمزة. إذا ماذا موجود؟ موجود فقط القرآن. ويجب أن يجبرون الناس أن تقبل. إذا لا تقبل، أما تدفع الجزية أو يحاربوك.